السؤال الثاني لو سمحت. طيب. قراءة سورة الواقعة في كل ليلة، هل في أحيانها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قراءة سورة الواقعة في كل ليلة، الورد فيه شيء؟ لم يرد فيها حديث صحيح، والوارد من الصحيح هو قراءة تبارك وقراءة السجدة، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا فليس بصحيح من جهة قراءة السورة.